سأذكر ذلك. لا أحتاج كاهناً يخبرني بمعارك المعركة. اسمع، بدون قلوب لامية الجميع يموت. ما الأمر؟ سأعود للحظائر وسأشق الروبوتات بنفسي. الروبوتات فعلتها؟ شرقية بشعر أحمر، الغريبة من السفارة. قتلت جرودا، بطل رجالة أحدنا. اسمي إيلوي ولا أنوي افتعال المتاعب. أريد بعض المشكلات حاليا. بخارجي قطيع يجمعه شعبي، نأخذ القلوب ونرسلها للعاصمة ونحصل على المياه. والأمر يتعقد، الروبوتات تقاتل دفاعاً عن القطيع. آخر روبوت ضربنا كنا نصيد، كاد يبيدنا، لكن محجرنا في الحظائر، بمعنى إذا أخذنا قلوبها سوف نحصل على المياه. إن ذهبت إلى هناك بمفردك فستموت يا دراكا. ليس بمفردي، قاتلة الأبطال ستأتي معي. فلتجبني على بعض الأسئلة أولاً. لا يبدو أنك معجب بقائدتكم. النجاة في الصحراء تحتاج إلى نهج منضبط أكثر من نهج العشائر الأخرى. أعني معجبة بنظامها. لستم كذلك؟ لا أفضل نهجها. هذا يعد تمرداً. تأثرت بالجفاف. العاصمة تزودكم بالمياه؟ لا يعطوننا، ندفع جزية من أجزاء الروبوتات. القلوب هي الأكثر قيمة. كل قرى الصحراء لديها ما يستبدل بالمياه، لكن عاصمة الرمح الحارق هي الوحيدة التي تمتلك مياهاً. وفي البلدان القاحلة نشعر أنها تمتلك حياتنا بيدها. إنه أسلوب الصحراء وطريقة نجاتنا دائماً. أجل، سمعته يناديك الكاهن، ماذا يقصد؟ يعني أنني نجوت بالشباب وإخوتي في العديد من المعارك، ولذلك أنا مستشار عشيرة الصحراء. مهمة من في عمري هي أن ننقل خبراتنا للشباب ليكونوا محاربين حقيقيين، وكي لا يثير تعنتهم المشاكل. ماذا تعرف عن القطيع؟ سنوات هناك، نجمع ما نريده منها، لا أكثر ولا أقل. روبوتات تظهر بعد قتل غيرها. وروبوتات القاتلة التي ذكرتها؟ تحرس القطيع، قتلنا أكثر، ظهرت أكثر. ظهر ساوتوث، ثم رافجر، والآن ناسف الرمال ثاندر جو. ضربنا ونحن نجمع الروبوتات في الحظائر. تركت صيادية لصد الهجوم، ومن نجوا ترينهم هنا. أتعرف بطل ريغالا جرودا؟ أحد أبطالنا، وكذلك ريغالا، فخرنا وبهجتنا. لم تهاجم شعبها؟ إنها تشعر بالخيانة. كانت ريغالا أسطورة في عشيرتنا، شجاعة ودؤوبة. وكانت مارشال لهيكارو زعيم التناكث، كانت تنفذ قراراته. ماذا تغير؟ ملك كارجا طلب السلام وهيكارو وافق. أرادت ريغالا تعويضاً عينياً عن وحشية أعمال الكارجا. التناكث ستتوسع في الشرق، لذا تحدد قرار هيكارو. لم يكن لديه خيار سوى مواجهتها. هيكارو فاز، كان عليه قتلها، لكن الزعيم حررها. للتناكث؟ العفو إهانة مريرة. إنها تمتطي الآن روبوتات وتقتل مارشالات. لن نتجاهل معسكراتها في عشيرة الصحراء فترة أطول. لا يقترب أحد من تلك المعسكرات. النزاع بين ريغالا وهيكارو، إذا يصلح للقيادة سيفعل، وإن لم يكن سيفسح المكان لغيره. قاس قليلا، صحيح؟ إنها الصحراء. سأساعدك في جمع روبوتات في الحظائر، هذا أفضل من جمعها وحدك. قريتك تحتاج إليك. تروقني،
فتاة غريبة تفكر مثلي. نرحل الآن أو نلتقي بقاعدتنا بالمنطقة. سأتي معك. حسناً، الوادي الجنوبي الشقي. عسى أن تحميكما العشرة. سأنتظر عودتكما وسأبلغ العاصمة. افعل هذا. من هنا. بلوغ الروبوتات ستجعلنا فتاة ثرية تساعدنا وعشيرتنا ترقى. وجتاك تجرأ أن يقول لي القائدة محقة في تحليل حصة ما تخيلي؟ سباق تظن لا أسباب لديها. تتحدث دائماً عن ندرة الماء في الصحراء. هل من أحد في الغرفة الحادث يموت عطشاً؟ أو في فرقتنا؟ لا، سيحصلون على الماء. عشيرتنا عليك أن تقاد من شخص يعرف الحياة الصعبة. قاتل من أجل وأظن أنك ترى في نفسك هذا؟ لقد خرجت من أجل كل شربة ماء. لابد أن هناك مرجماً آخر به معلومات لتجهزه. عذراً، كنت أتحقق من شيء. ماذا قلنا قبل مغادرتي؟ أوه، حسناً، لقد حاربت من أجل كل شربة ماء. والأوزن. أجل. سوف يحصل كل فرد على ما يحتاجه. ألم يقل جتاكا إن مخزونكم من الماء قليل؟ سوف أحلها، فالمشاكل تحل. التعامل هكذا جيد. تهب هذه العاصفة الرملية بقوة. شكراً. هيا بنا. امتلأت الحقيبة لكن مخبئي يسع المزيد. تبحث النورة في الغرب المحظور. من قال إنني أبحث عن شيء؟ لا أظنك هنا لتستمتعي بالطبيعة. أنا أحاول إصلاح شيء ما. فهمت. أسرارك لنفسك. علي أن أمتن لأنك قررت حل مشكلاتي.
صوتي. سأساعدك في جمع قلوب روبوتات لنوفر الماء. هذا صحيح. سنسوق الروبوتات إلى هنا، نحاصرها ونقضي عليها. الآن لنتسلق الحاجز لندخل. حين نفعل سنقاتل، فقد تصالحين هناك. أتوق لرؤية القاهرة تقاتل. اذهبي سأتبعك. إطلاق ماء التطهير علي. رابجل يتربص مسلح للقتال. Thank you.
سأخذه من مخبئي عندما أحتاج إليه. هذه الأجزاء التي نحتاجها لأخذها إلى دراكا. أجنحة العشرة ستحملك للوطن. القلوب معي، لنعد لمستوطنة السهم. أجل، على الأقل سندفن الجنود. انتظري حين تتصدي لروبوتات متوحشة. سأعود حيث هاجمنا ثاندرجو. فقدت الكثير هناك، لن أترك جثثهم. إنهم يستحقون الدفن. ستأتين؟ سأتبعك. سعيد بك. تخيلي، هناك من مات ليحصل على الماء. هل حاولت الحديث مع قائدتكم في الرمح الحارق؟ رجاءً، لن نسمع سوى صوت جاد الأقواس. بالمناسبة، لن أمانع في استخدام قوسك إذا اضطررت. أنا لن أبقى طويلاً يا دراكا. كانت محاولة. إنه الموقع. هنا مزق ثاندرجو في الأرض. هذا مؤسف يا دراكا. حاربوا حتى النهاية. يجب أن نبدأ. شخص حي عند الصخور. وضح أيها الجندي. من الأفضل أن أملأ جراب. منقبون، حان وقت الشجار. Thank you.
ألكسندر جو قد عاد. حركة صرت شرسة. مستعدة الآن لأي شيء. Thank you.
يفي بالغرض لأتفقد دراكا والجندي. سأحتفظ بها. ما رأيكم في الآن؟ إذا لم تكف سترهق. لم أتصور أنني سأنجو. أحسنت يا جندي، سترى الوطن بفضل الفتاة. أنت رفضت أن تترك جنودك وراءك. أدين لك بالكثير، لكن لتعيد القلوب للمستوطنة سنلحق بك. بالطبع، احذر. وقلب ثندر جو معنا، سنحصل على الماء. شكرا إيلوي. أستطيع الصمود أمام هذه العاصفة. لا فائدة من استخدام التجميل. Thank you.
سأخذ هذا من لقد عدت. أين دراكا؟ تأخرت أيها الكاهن، أحضرت معي مصابا آخر، معها قلوب الروبوتات وقلب ثاندر جو. ليتك شاهدتها في الصحراء. خذي تذكار انتصارنا البطولي. انتصار حقيقي، القائدة ستسر حين تعرف. خذها إلى الرمح الحارق في أقرب وقت، وأخبر القائدة بعدد من ضحوا لنجدتها. يا صيادة، هل لا نتحدث؟ سرت الشائعات إلى الغرب، يقال إنك بالإضافة إلى قوسك ورمحك تملكين مصلاطا أيضا. ترين أمورا مرتبطة بالقدامى. يمكن أن تقول هذا؟ هذا حقيقي، أسديت إلى عشيرتي معروفاً، لكن مشكلتنا لن تحل بسهولة كما يعتقد دراكا. مصلاتك سيساعدنا في حل مشكلتنا. ما المشكلة بالضبط؟ ليس هنا، لنلتقي في الرمح الحارق، سأشرح لك كل شيء. سألقاك حين أقدر. جيد، قد يتوقف مصير العشيرة على ذلك. لكن يجب أن تعرفي أنني حصلت على منذ آخر مرة. أيتها الغريبة.